أهلا بكم في المقابلة. راح نحكي بحلقة اليوم عن فيروس كورونا بالعراق وبالعالم، بس خلونا بالمقدمة نحكي عن مجموعة دلالات برزت أثناء حياتنا في زمن كورونا. الآن الحياة عبارة عن بيتك وخارج بيتك، وبهذا الزمن لا يوجد أمان إلا في بيتك. ورغم أنه هذه فرض الوباء، بس بالحقيقة مو جديدة، هذه دائما البيت هو الأمان. بيتك، عائلتك، ناسك، بلدك هم الأمان، وما راح تلقى أمان في أماكن أخرى. دائما الخارج موحش خطير، والمكان اللي يقام على الحب والتعاون والارتباط سواء كان صغير أو كبير يسمى بيت. لذا من أبرز رمزيات وباء كورونا هو أن أعظم علاج ومواجهة إليه هو البيت. عسى أن ندرك قيمة البيت. دلالة أخرى هي دلالة الحجم والهيبة. بمعنى ما العالم البشري الآن بمواجهة كورونا، الطرف الأول بكل ما يملكه من حضارة وتأريخ وامبراطوريات اقتصادية، قوة عسكرية، ترسانات، أساطير، جيوش وإلى آخره. الطرف الثاني فيروس على مستوى الحجم حوالي ما إلى حجم مادي. إلى الآن الطرف الأول يعيش برعب وبخسارات، وينقلب حالة إلى ما لا يمكن لأحد أن يتوقع بشكل كامل. هذا شنو معناه؟ يمكن كل واحد يستنتج دلالة أو معنى. ومن هذه المعاني أنه مو بالضرورة الأشياء الكبيرة أو المهيبة هي الأشياء العظيمة. هذا الفيروس يذكرنا بتعريف القيم، شنو اللي إلى قيمة وشنو اللي نعتبره أو نعتبره قيم أو هو مهم. والأفضل الأشياء الضخمة والمهيوبة المذهبة غالية الثمن مالي لو شيء آخر. هذان دلالتين، وأكيد كل واحد من عندنا بهاي الأيام فكر مجموعة أشياء مثلهم. تبقى دلالة أخيرة وهي الشعب العراقي، وأنا ما راح أرجع هواية بالتاريخ. أكو معادلة مميزة هي أن هذا الشعب لأكثر من مرة هو الطرف الوحيد اللي يلبي طلب، إذا ما تلبه تحدث كارثة بهذا البلد، رغم أنه مو مسؤوليته بشكل مباشر. الكل يتذكر شلون ملايين من الشعب العراقي يوم اللي يحتاج العراق من يحمي أرضه ويحررها مباشرة صاروا جنود ومقاتلين، رغم أنه مو شأنهم ولا شغلهم. الآن شوفوا الحكومات شلون تسوي تدابير لحل مشكلة توقف مصادر عيش مواطنيها، ولأن الدولة العراقية تعاني من أزمة مالية مرة أخرى. هذا الشعب رجع يذكر العالم بتميزه وروعته وجماله وتفرده. بإمكان أي شخص يراقب حملات التبرع وتوزيع الأغذية والاحتياجات، آلاف الحملات إذا مو أكثر. ما عليك بالعراق إلا أن تخابر تقول أنا محتاج كذا، مسافة الطريق أهل الخير تلقاهم موجودين عندك. هذه دلالات يمكن على السرعة قلناها لأنه محتاجين جدا أن نقرأ المشهد مثل ما بيه، شيء خطر وشيء حذر وترقب وخوف. بمشاهد كذلك هواية تشتمل على عبر وكذلك تشتمل على فخر. بحلقة اليوم من المقابلة سنتحدث عن كل ما يتعلق بكورونا في العراق وحتى في العالم، مع ضيفنا ممثل منظمة الصحة العالمية بالعراق الدكتور أدهم إسماعيل. أهلا ومرحبا دكتور، حياك الله. أهلا وسهلا. أتمنى لك السلامة. الله يسلم. أنا عندي سؤال أول، يمكن الأسئلة الأخرى لها علاقة بسياقات الأرقام وسياقات الإجراءات. في السؤال الأول، حضرتك تمثل المنظمة الأهم في العالم المتعلقة بالصحة، إحنا بالعراق بخير؟ وضعنا زين دكتور؟ يعني هو طبعا انا خليني الاول ابتدي احييك واحييك يعني القناه العراقيه. الحقيقه ما طلعش في برامج كتير، بس اشكرك لانه اجيت، مسؤوليه وحبي للقناه العراقيه كقناه رسميه للعراق، فضلت ان ده يبقى الممبر الوحيد الاكثر فيه القاعده يعني يبقى موجود في الاستوديو. خليني اشكرك كمان على المقدمه الرائعه اللي حضرتك قلتها، الحقيقه مستني انا شخصيا، وانا مؤمن بكل حاجه حضرتك قلتها. العراق بخير طالما ناسها زي ما انت قلت بيهبوا ويستعدوا وينفذوا الاجراءات اللي بيقولوها اهل العلم، الاجراءات اللي بتاخدها الحكومه اللي حاليا فعلا بتعمل باحترافيه كبيره للحفاظ على اهلنا. سيدي الفاضل، هذه لم تعد مشكله دينيه ولا سياسيه، هذه صح. مشكله حياه او موت. وعندها تتنحى كل القيم، ويصبح القيمه الوحيده الموجوده هي الحفاظ على سلامتك وسلامه اسرتك. وبالتالي العراق بخير لو لم يندس بيننا من ينشر أفكار أو يدعو إلى تجمعات، سوف تبقى العراق بخير إن شاء الله. حضرتك بالجواب قلت في عمل احترافي،
من قبل الجهات العراقية، هكذا ورد يعني جزء من الجواب. أنتوا شلون تقيمون عمل وزارة الصحة أو لجنة 55، اللجنة المعنية بهالكلام؟ أنا أتحدث بلغة لا شأن لي بالتصنيفات السياسية ولا بالتصنيفات الجهوية، أنا أتحدث باحترافية وفق معايير علمية وفق معايير منظمة الصحة العالمية. شلون شفتوا شغل اللجنة؟ ومن غير أن تعتني أنك في العراقية أو في أي مكان آخر. أنا فاهم. لا والله أنا يعني أنا عندي مشكلة، ويمكن إخواتي في العراق هنا وأقول أبنائي كمان عارفين إنه أنا بتكلم بصدق شديد، وعشان كده يمكن يعني عمري ما وما بكذب، مش محتاج أزوق الكلام أصلاً، لأنه إحنا في وضع لا يسمح بتزويق الكلام أساساً. من يوم ما ابتدت الأزمة، من ساعة ما ابتدت في الصين، وأنا الحقيقة أنا ومعالي الوزير على اتصال يومي مع وزير الصحة دكتور وزير جعفر الصحة علاوي. طبعا دكتور جعفر علاوي، وأنا أحيي معالي دولة رئيس الوزراء على اختياره شخص محترف بقاله فترة طويلة عايش برا، وبالتالي لا يقبل الضغوط على الإطلاق. أنا شفت في يعني شخص في منتهى الشجاعة. إحنا خدنا قرار تاني يوم سيدي بقطع كل وسائل المواصلات مع الصين أول ما ظهرت الحالات في الصين. حتى الطلبة بتوعنا لما جبناهم عملنا عزلوا عزل تام على أعلى مستوى، والحمد لله رب العالمين ولا واحد فيهم ولا أسرهم طلع عنده كورونا، وده فضل من الله سبحانه وتعالى. أول ما ظهرت الحالات في إيران في مدينة قم عملنا اجتماع تاني يوم وقررنا غلق الحدود، حاجة بادرة. أنا حتى يعني الإخوة الإيرانيين أكن لهم كل تقدير واحترام، لكن في العلم مفيش مشاعر، يعني أنا تربيت على الاحترافية الشديدة. كان في حسم شديد لدرجة إنه زعلوا مننا، زعلوا حقهم طبعا، لأنه قالوا مفيش دولة خدت الإجراء الشديد ده، حتى كوريا ما خدتهاش مع الصين لما، وكوريا كان أياميها عندها بالآلاف. فقلنا لهم والله إحنا كوريا نمرة 2 على العالم في ما نسميه السلامة الأمنية، يعني قدرتهم على التصدي للوباء رقم 2 على العالم كوريا، أما العراق فرقم 176. فإحنا السلاح الوحيد اللي في إيدينا هي الوقاية، وبالتالي لابد من استعمالها ببسالة وقوة حتى نمنع هذا الفيروس من دخول العراق على الإطلاق. وبالتالي كان القرار اللي أعتقد سياسيا سبب توتر كبير وضغط على معالي الوزير وعلى كل الناس، وأنا أحييه على تقبل الضغوط. ثم لجنة 55 شكلت، وكان أفرادها من جميع طوائف المجتمع، يعني مخابرات وشرطة وجيش وداخلية وخارجية، أنا شفت ناس على أعلى مستوى الاحترافية، ولا واحد اعترض على أي قرار تقني في سلامة أهلنا في العراق. وأنا كنت الحقيقة في حالة ذهول أنه يعني عندما يصبح العراق في خطر، سيدي الفاضل تتوحد كل التيارات والديانات والمذاهب. شفتها على ترابيزة اجتماعات 55، ليه؟ كانوا على إدراك كامل بخطورة الموقف. وكان أياميها لما ابتدت اللجنة تشتغل كانت المناظر في إيران يعني لا تسعد لا حبيب ولا عدو، يعني وكان نفس الكلام في الصين. صح. فبالتالي كانوا مدركين الخطورة، فأنا أحييهم الحقيقة اللجنة ومعالي الوزير. جميل. إحنا على مستوى النسبة الآن صار كل الناس تراقب، يعني يقارنون الأرقام الموجودة في العراق على مستوى المصابين على مستوى المتوفين رحمة الله عليهم بدول مجاورة وبدول بعيدة، وكذلك يقارنون بين الأنظمة الصحية في العراق وفي أماكن أخرى. يمكن هذا الكلام راح نتناوله إحنا بالحوار، لكن إحنا اليوم في بداية الأسبوع، حوالي من الأسابيع الثلاثة الأخيرة إحنا ننتقل إلى ضعف. يعني في جمعة أنا صورت مع وزير الصحة، كانت الإصابات 91-92، بعدها 200، الآن نتحدث عن 500. مظبوط. بالضبط ده يصير ضعف، كل أسبوع يضاعف الرقم. هذا مسار دلالة شنو؟ معناه أنه هذا شيء لابد منه، يعني أن هكذا ينتشر، أم هنالك قصور يسبب المضاعفة؟ الاثنين. الإجابة أنه الاثنين اللي حضرتك قلته، كان في تقصير، وخلينا صراحة، في زيارة الإمام الكاظم العسل. يعني خلينا صراحة أنه طبعا إحنا نجحنا بنسبة كبيرة نمنع معظم الزوار، لكن الجماعة الألفات اللي اجتمعوا دول لوحدهم. أنا لسه حالا قبل ما أخش الاستوديو جايلي رسالة مؤثرة من أب لابن اسمه محمد. هذا الولد راح
والدعوات اللي قالت سيبوكم من الصحة العالمية وسيبوكم من وزارة الصحة ولا هيحصل حاجة، وراح وللأسف رجع عنده فيروس كورونا، وأبوه مقدم شكوى للقضاء الأعلى. راح للزيارة طبعا راح زيارة العتبة الكاظمية اللي حذرنا منها وحذرنا من التجمع الألفات، رجع عنده فيروس كورونا، ودلوقتي عايز رفع قضية على كل من دعا إلى هذه الزيارة، سواء كان مالية وأدبية ونفسية وكل اللي انت عايزه. هذا علم سيدي، يعني ملوش علاقة بالدين. فإحنا كم مرة نعتب مرة وأنا براجع بقولي هو كم مرة الحج اتلغى، وهو فرض الحج في السعودية اتلغى بسبب الكوليرا، يعني ماهاش بدعة، ما احنا مش بنقول حاجة. وهي زيارة وإن كانت محببة ومفضلة، أنا بنفسي رحت العتبة الكاظمية واستمتعت بالأجواء والروحانيات وكل حاجة، لكن الضرورات تبيح المحظورات. يعني احنا ولا تلقي بأيديكم إلى التهلكة، ما ينفعش، ما كانش ينفع. سيدي الفاضل، المسبب الأول لانتشار العدوى التنفسية، الأمراض التنفسية المعدية، هو التجمعات، خلاص مثبتة علميا، مش محتاجين نتجادل فيها. فبالتالي كانت طبعا بالنسبة لنا دي، لو كنا عدينا الأسبوع اللي فات ما كنتش حضرتك شفت النطة دي الكبيرة دي من وأنا اتكلمت في قناة سابقة. يعني الأسبوع اللي فات مشهد، لا كنا في حدود 20-30 حالة كل يوم، احنا دلوقتي بنتكلم 50-60-70 صح كل أسبوع، ولسه حننط نطة تانية كمان، لأنه حننط نطة تانية؟ آه، نتيجة الزيارة عد أسبوعين فقبل ما تظهر نتائج الزوار الإمام الكاظم. طبعا لأنه الأعراض بتظهر من 5-14 يوم من تاريخ الزيارة، فإحنا فات أسبوع، فلسه في أسبوع كمان حننط فيه. طبعا حننط. لما في جزء تاني أنا هقوله لك برضو عشان أبقى يعني محق، الجزء التاني أنه احنا عندنا زادت قدرتنا في العراق على الاكتشاف بفتح معامل اضافيه. فتحنا معمل في البصره، فتحنا معمل في النجف، وابتدوا يشتغلوا. فتح المعامل بيتيح للناس القرب المعمل، بيتيح للناس اكتر اللي عندهم اعراض انفلونزا. كمان الصينيين ادونا كميه كبيره من الكيتس للمختبرات اللي هي عشان نعمل القياسات. زادت على اللي هذه اللي هي وظيفتها كشف هل انت مصاب بكورونا ام لا. مظبوط مظبوط. يعني فابتدت قدرتنا على انا احترم ان حضرتك تتحدث بلغه تخصصيه، لكن بالنهايه هذه ندوه عامه. طبعا طبعا. صار عندنا مجموعه مختبرات، انا اليوم شهدت انه في مدينه الطب في هذه اللي فتحوها الصينيين، فتحت اليوم اليس كذلك؟ في البصره، في النجف، البصره والنجف ومظبوط، وغير اللي كانت في اربيل، وطبعا اللي في بغداد الموجود اللي هو المركز الوطني. الاربع خمس اماكن دول اصبح عندنا قدره اكتر على الكشف. فاحنا بنقول ايه، احنا لما كنا يعني حاليا احنا النهارده 500 مش كده، الصح بتاعنا مش 500، هقول لك الصح بتاعنا ايه، الباقي غير مكتشف. يعني مثلا الناس قاعده في البيت مش عايزه تيجي، اهالي مشددين على اهاليهم على بناتهم او اولادهم يروحوا المستشفى، خايفين من المستشفى، الله اعلم. بس ده في كل دوله في العالم يعني. فانا هقول لك حضرتك بتحسبها ازاي. بص لنا على الوفيات، الوفيات 42، هنقول 40 مجازا. ال 40 دول في العالم كله يمثلوا من 3-4%، يعني دول تقريبا ال 40 دول المفروض يبقوا يعني هنفترض انهم 4%. لو ال 40 4% يبقى ال 100% كام؟ هيطلعوا حوالي نتكلم في حدود 1000. فاحنا اكتشفنا 500، يبقى في 500 تانيين تايهين في التجمعات مش عارفين نجيبهم. الطريقه الوحيده ان احنا نجيبهم ان احنا نفتح معامل اكتر، ونبقى يعني زي ما بنقولوا ايه، احنا اللي بنروح للمريض مش مستنيين المريض يجي لنا، عن طريق المنظمات غير الحكوميه، عن طريق بعض الناس اللي بيشتغلوا في التجمعات في الاحياء والقرى وكده، نسال هل حد عندكم عنده انفلونزا شبه انفلونزا، ونعرف نجيبه ونعمل له الاختبار. ده اللي هيلم بقيه. فالارقام زادت لكثره المعامل، لان احنا بقينا احسن شويه في البحث عن الحالات، وطبعا نتيجه الزياره. بس خلينا هذا الكلام هو مهم، اريد افصله بالدقيق. اولا النقطه الاولى، الارقام التي تعلن في العراق، يمكن سنتحدث عن بلدان اخرى خاصه البلدان الانظمه الشموليه او البلدان المغلقه ليس البلدان الديمقراطيه، اليس كذلك؟ في العراق نطمئن ان هذه الارقام شفافه 100%؟ ده احنا قاعدين على ثقه تحكيها. انا بيجي لي الطباعه بتاعت كل جهاز اشتغل، الاسامي الناس والتجارب المعمليه اللي حصلت عليه واساميهم والنتيجه، مش بس بتجي لي سالب او موجب، لا وعنده ايه، يعني عنده ممكن H1N1، عنده برد عادي، بتجي لي النتائج كلها، اتفرج عليها كلها من كل معامل العراق كل يوم بالليل بتجي لي النتائج.
لان الستاف بتاعنا او يعني الناس اللي بتشتغل في الصحه العالميه موجودين على كل معمل، وده من اول يوم اتفقنا مع وزاره الصحه عايزين المنظمه تطلع وتبقى جنب الى جنب معاكم شفافيه كامله. وانا بحيي وزاره الصحه وكوادرها والوكلاء وكلهم على انهم فعلا شفافيه كامله. يعني كان عندنا حتى اول ما فتح معمل البصره حد من جوه امتنع انه يديني اول يوم لانه اشتغل من يومين ثلاثه، كلمت على طول مدير عام الصحه قلت له مش راضيين يدونا النتائج في ساعه واحده، كانت عندي النتائج واعتذار انه ما كانش ده المقصود وفهم خطا، واحنا فعلا على كل المعامل موجودين وفي كل الاماكن موجودين كصحه عالميه. بس هذا الكلام اللي تقوله رغم انه فيه ايجابيات وفيه شيء يتفائل لكن فيه شيء مخيف، ان الارقام التي الان نطلع عليها مرتبطه طرديا بعدد المعامل بعدد المختبرات، لانه قله الكشوفات تعني قله ارقام شاوي. يعني بص هقول لك على حاجه، انت ليك برضو ماكسيمم في الاخر هتوصل له، ليك حاجه قصوى. يعني مثلا هقول لك على حاجه، ابتدى خلينا نتكلم، ما بحبش اتكلم على دول تانية، لكن يعني في دوله ما كان عندها اربع معامل ولما زادتهم ل 30 معمل 30 مش زينا بقى 2 ولا 3 فعلا قدرتها زادت في الارقام، لكن برضو وصلت لحد معين واصبح في تقصير في الكشف عن الناس الموجودين، ولانه يعني ما هي قدره المعمل بتقاس بعدد الكيتس الموجوده عشان نشتغل بيها، فلا مش بالضروره هي. بس الفكره ايه؟ اقليم كردستان له خصوصيته صح، فكان لازم يبقى في معمل في اربيل. كمان الجنوب نتيجه تواصله الدايم مع ايران والنقاط الدخول والخروج كان لازم يبقى فيه النجف الاشرف وكربلاء والاماكن المقدسه ليها دارسيها والناس الطلبه اللي بيدرسوا فيها صح، فكان لازم الحته دي يبقى فيها. ليه؟ الخروج والدخول منها صعب لطبيعتها نفسها مش اكتر، فلا احنا مش هنزود قوي كده، لكن لما نزود في الاماكن الحساسه دي اللي هي التنقل خارجها وداخلها مش بالسهوله بمكان او ليها طبيعه خاصه، هي دي التارجت بتاعنا. وفعلا زادت، يعني مثلا امبارح كان في 72 حاله في العراق منهم 36 من البصره، يعني اول ما اشتغل المعمل ادانا نص الناس الموجوده. ده معناه ايه؟ المريض لما بيلاقي المعمل قريب معناه في مصابين لم يتم الكشف عنهم، هم ده عشان كده احنا هنروح لهم، عشان كده فتحنا المعامل جنبهم، لان ده دليل على ان احنا بنتحرك عشان نقرب من المصابين، لكن العدد مش كبير لانه احنا بنقيسه بعدد الوفيات تقريبا. فاحنا بنتكلم ان احنا 500 600 واحد اللي مش لاقيينهم. طيب انا طبعا دول ممكن يعملوا مأساة، ممكن ينشروا صح المرض بالضبط. لكن بنحاول بسرعه نجيبهم. جميل. احنا في عندنا تقديرات مختلفه، واحده من هذه التقديرات تقول ان العراق حجم وفياته يعني يمثل بالنسبه المئويه رقم غير منطقي، يعني رقم مهول، يعني عدد وفياته كثيرة. احنا بنتكلم على العراق حوالي 8% عدد الوفيات بالنسبة للحالات، ولا انت بتتكلم على، انا بتكلم على الكورونا مش كده؟ كورونا طبعا. عدد الوفيات بالنسبة للحالات 8% مش صح. انا زي ما انا كنت بحسب لك الحسبة من شوية، المفروض يبقى من 3 ل 4%. عشان كده بقول لك في عدد حالات، عدد الوفيات صحيح، لكن عدد الحالات هو اللي مش كامل. يعني في حالات غير مكتشفة بعد. هو العدد مش 500، هو العدد هيطلع تقريبا 1000 او 1200. ال 600 700 زياده دول مش لسه ما جبناهمش. ليه؟ ما احنا كوزاره ما رحنا لهمش. يبقى ال 500 او كمنظمه، اتكلم طبعا كمنظمه او كوزاره، احنا بالضبط كفريق واحد دلوقتي. احنا استنينا الناس، يعني بقينا زي ما بيقولوا رياكتيف، يعني قاعدين في اماكننا مستنيين المريض يجي يقول انا عندي صعوبه في التنفس اكشفوا عليا. دي بتبقى موجوده في الاول. ليه؟ لانه ما عندناش اجهزه مختبريه كتير، ما عندناش معامل شغاله بكميات كبيره. لما زادت الكميه وتوفرت الاجهزه، توفرت الكيتس اللي بتخش فيها اللي بنقدر نختبر بيها كل شخص، زدنا احنا بقى لقينا عندنا حاجات، فقلنا احنا اللي نروح برجلنا نفتح البصره، نفتح معمل النجف، ونشوف ندور في الاحياء. سمعتوا عن حد عنده انفلونزا؟ في حد عنده ضيق تنفس؟ وروه لنا، حتى لو ما راحش ايران او الصين او ما سافرش او ما كانش مرتبط بشخص كان مسافر، حتى بس اعراض عاديه، وبنعمل له اختبارات. زائد خدنا كل الكشوفات، واحنا عندنا كشف من السنه اللي فاتت عن كل اللي بيجي لهم امراض تنفسيه بيروحوا مستشفيات الصدر. كل الناس دي اتاخدت واتعمل لها تيستينج يعني قريبا، فبالتالي زاد قدرتنا على الكشف. مش بقى نشوف كل واحد عنده ضيق تنفس نقول له خد البتاع ده وروح، او لا بقينا نكشف عليه كورونا كمان، فظهرت شويه منهم. فبالتالي قدرتنا على الكشف زادت مع وجود
مع زيادة خبرتك. خلينا نطلع على طريقة عملكم. تمام. لأنني يعني بالمعلومات اللي أملكها المعلومات البسيطة تقول أن المصابين بكورونا أصناف ليس صنفا واحدا، أليس كذلك؟ مزبوط. منهم من لا يستطيع أي جهاز الكشف عن إصابته، ومنهم من يتم الكشف عنه، هل الكلام سليم؟ لا الجهاز بيكشف أكيد إذا كانت موجب ولا سالب. هو الفرق مش في الجهاز، هو الفرق في التنفس، الفرق في الأعراض. في الأعراض مزبوط. يعني إذا كنت حضرتك هتروح، يعني هنالك من هو مصاب ولا يملك أو لا تبدو عليه أي أعراض، ده نوع. طبعا ده نوع الأولاني خالص، اللي هو أجي أكشف عليه هو سليم 100% فيش حال خالص، وبيتحرك لا يعطس، لا يضيق تنفس ولا حرارته مرتفعة، ده اللي هو ولا بيقعد في فترة الحضانة اللي هو من 0 ل 14 يوم. ده يبقى مثلا انا اتعديت النهارده ولحد اسبوعين جايين ولا باين عليا حاجه وانا عندي الفيروس جوه واعدي. ده نوع، ده صعب الكشف عليه، تجيبه منين؟ ده لازم يبتدي الاول يبقى عليه اعراض عشان تجيبه. ده بيسموه يعني بالانجليزي اسيمتوماتيك، يعني ما عندوش سيمتومز، ما عندوش اعراض اصلا، صامت تماما. فده هو دي خطوره المرض ده، انه ممكن ينتقل من واحد للتاني واللي بينقله لك مش مريض اصلا، انت شايفه سليم. فهي دي مشكلة، يعني ما هو لو بيكح أو بيعطس كلنا هناخد حذرنا، لكن هو لا بيعمل دي ولا دي. فده نوع. في نوع تاني بيبقى عنده حرارة أو عطس أو سعال، حرارة 38، هذا أهون الأنواع. ده أنت بتيجي بتشوفه إيه أخبار التنفس، إلينا التنفس سليم ونسبة الأكسجين في الدم كويسة، ده نوع بنسميه مايلد، يعني خفيف خالص. ده بيقدر، ده بيحجر نفسه في البيت، ما بيحتاجش حتى علاج، يحجر نفسه في البيت. شفنا حالات كتير من الناس مشهورة، مثلا رئيس وزراء بريطانيا بيشتغل من البيت النهاردة وعنده كورونا بوزيتيف مايلد، يعني خفيفة، قادر يتنفس وبيتكلم وكان مسجل فيديو على الفيسبوك، ما عندوش مشكلة، لكنه عنده كورونا مايلد خفيفة خالص. ده بيقعد في البيت بيخف مع نفسه أسبوعين من غير حتى أدوية. في نوع تاني مودريت، يعني بيلاقي عنده أعراض بسيطة، ضيق في التنفس لكنه وقدرته على التنفس قليله، لكنها مش الحد الخطر، يعني لسه. دي هو ده بقى المشكله ان دول المودريت والمايلد الاثنين بتوصل لمرحله المستشفيات في البلاد، في اسبانيا وامريكا ما فيش سراير يقعدوهم عليه، بيروحوا مروحينهم ويقول له انزل خد الدواء ده من الاجزخانه او من الصيدليه يعني، وهنتابعك بالتليفون. ده اللي بيحصل في ايران وفي فرنسا وفي ألمانيا، مفيش سراير خلاص، وفي أسبانيا بيروحوا الناس دي، بيروحوهم. ده النوع المودريت اللي هو يقدر يخف لوحده بالأدوية مع العناية السريرية في بيته، على أن يعزل على أن يعزل تمام 14 يوم وياخد أدوية بيدوله، حتى يعني الأدوية حتى مفهوش فيه طبعا الكلوروكين. راح نحكي عن العلاجات، أنتي مالاريا راح نحكي عن العلاجات. النوع الثالث سيفير، الريت بتاع الريسبيريشن جدا ضعيف، نسبة الأكسجين في الدم ضعيفة، ده لازم ياخد جهاز تنفسي، لازم يقعد في مستشفى ياخد جهاز تنفسي، ياخد الجهاز التنفسي بشكل منتظم ويبقى تحت العناية المركزة. إذا لدينا ثلاث أصناف. الرابع بقى الكريتيكال، اللي هو إيه بقى؟ اللي هو عنده كل، عنده زي السيفير بس عنده حاجة تانية، مشكلة تانية، قلب، سكري، سرطان. فده مع ده بيسبب له ضعف في المناعة، فمع وجود الكورونا مع الضعف في المناعة ده أخطر نوع على الإطلاق، 6% من الحالات ومعظمهم بيتوفوا. شكات بص لاي، أو حتى يكون مثلا كبير في السن، شكات بص لاي حياة معظم الوفيات إيه، عنده مرض تاني يا كبير في السن مع وجود الكورونا بينتهي الأمر. النوع اللي هو 6% من الحالات ده معظمهم لما بيجيله المرض معظمهم بيتوفى يعني. طيب عالميا يعني الآن نبدأ من العراق، من عراقيا وعالميا. تمام. من هو النسبة الأعلى من هذه الأصناف الأربعة؟ 80% مايلد ومودريت، 80% النوع الأول والثاني، الخفيف، و14% النوع الثالث اللي هو بيحتاج المستشفى، و6% النوع الخطير اللي هو بيموت تقريبا مع لأنه كبير في السن أو عنده مرض تاني. في العراق كذلك؟ في العراق معظم الحالات يمكن أكثر من 80% مايلد ومودريت، وعشان كده بص لقى حقيقة إيه يعني المراكز الانعاش التنفسيه الموجوده مش مليانه على اخرها في العراق، ما هو انت عشان تخش غرفه الانعاش ينبغي ان تكون من الصفين الاخيرين، برافو عليك، فمش مليانه على اخرها، معناه انه معظم الحالات مودرن او مايلد، يعني متوسط او خفيف. طيب حضرتك مطلع يعني معنا ان
وضع قطاع الصحة في العراق يعاني من مشاكل، مشاكل تاريخية ليس من اليوم يعني. صحيح. وهنالك دعوات كبيرة أنه لا نعرف المستقبل ماذا يحمل لنا بما يتعلق بفيروس كورونا. من هذه الدعوات أنه يا جماعة الخير يعني جهزوا لنا أسر، أجهزة تنفس، جهزوا لنا أماكن للعزل. هذا المحور كم يتم العمل عليه بينكم وبين الجهات العراقية استعدادا لا سمح الله لأي طارئ؟ هذا المحور احنا شغالين عليه دلوقتي. يعني احنا الإجراءات الوقائية تقريبا انتهت بان احنا سلمنا لهيئة عليا بقيادة دولة رئيس الوزراء وكل المعنيين بالأمر انه الاجراء الوقائي القادم خلاص، خلص الاجراءات، بقى في حظر تجول وبقى في الزياره العباسيه اللي احنا منتظرين، اللي هي النصف من شعبان، الشعبانيه اللي هي في النصف من شعبان، متوقعين ان كربلاء تعزل تماما عن العالم، مفيش بقى مسيرات، مفيش زيارات. الموضوع ده احنا زي ما بيقولوا في الملاكمه بقينا ضهرنا للحبل، خلاص ما عندناش. لو الزياره القادمه مش العراق لن تتحملها. يعني زي احنا كنا لسه بنتكلم ان في نطه في الارقام نتيجه صح. الزياره السابقه، زيارة كمان والأرقام تنط تبقى بالمئات كل يوم، لن تتحمل مستشفياتنا ولا 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 نظامنا الصحي. وبالتالي الإجراءات دي أصبحت خلاص في إيدين الدولة، وأنا شايف إنهم ماشيين كويس جدا فيها. يعني حتى أنا جاي لحضرتك، حظر التجوال واضح تماما في الشارع، بقى أحسن من اليوم الأول بلا جدال، مش عايزين نجلد أنفسنا. لكن حضرتك بتكلمني الإجراءات بقى التانية اللي هي بقى العلاج. في تعاقدنا على أجهزة كثيرة تنفسية، تعاقدنا على أسرة. احنا نرى مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية بكل قدراتها هنالك مشاكل بما يتعلق بأجهزة التنفس، إلى درجة أنه صار جدل يعني بين الرئيس الأمريكي وبين شوف حقيقة أقول لك على حاجة، إيه رأيك؟ يعني أكتر حد شفته في مستشفى بيروح يعمل عملية بيقعد قد إيه في المستشفى؟ 3-4-5 أيام مش كده؟ طيب النوع الخفيف اللي فيهم اللي هو المودريت لما يخش المستشفى يقعد أسبوعين لأربعة. النوع اللي هو الثالث يقعد له من 4-6 أسابيع، والنوع الأخير بيقعد شهرين وأكتر، اللي هو 6% النوع الخطير. فحضرتك عارف يعني إيه واحد قاعد في سرير لمدة شهرين؟ كم عدد من الأسرة يكفي الألفات دول كلهم؟ عدد الأسرة مثلا في ألمانيا اللي أنا سامعه يعني لا يكفي مثلا يعني أعتقد 13 لكل 1000 يعني. فعد بالملايين بقى، لما تحط بالملايين يبقى احنا عندنا عدد الملايين يعني لا يكفي. تخيل بقى انه الناس قاعده في الأسرة بالشهور دي بالعدد اللي هو المريض ده اللي محتاج رعايه، كل دول عايزين يقعدوا في الأسرة في وقت واحد، ما ينفعش. وكل واحد قاعد على السرير مطول، يعني يا ريته بيقعد يومين ثلاثه ويمشي، فلا يمكن. ولا لما تجيب أسرة مين لا تكفي، لدرجة ان انا بشوف مناظر في الدول الاوروبية بيحطوا الاسرة في الباركينج بتاع العربيات بالضبط. وفي الشوارع وفي الرضاهات المستشفى، مش لاقيين مكان يحطوا فيه الاسرة لانه خلاص خلصت. وبعدين لو تبص في ايطاليا مثلا، ايطاليا حضرتك دلوقتي لو رحت وديت لهم الاعراض بالتليفون، عندهم خدمة بالتليفون، وتقول انا بحس بكذا كذا كذا، يقول لك انت مدرت ولا تيجي حتى تعمل اختبار، نزل خد دواء من الصيدلية اللي تحت كذا كذا وربنا معاك، ما عندناش مكان ليك في المستشفى. مش عايزين نوصل للمرحله دي. انا مش جاي اخوف اخواتي العراقيين، لا جاي اقول لهم المرحله القادمه حضرتك هتبقى مريض، يعني بالزياره القادمه هتبقى حضرتك مريض مش لاقي مكان في المستشفى تقعد فيها، أسوأ شيء ممكن. لكن احنا حاليا بنحاول نزود قدرتنا الاستيعابيه للمرضى في المستشفيات، على اساس ان احنا متوقعين خلال الاسبوع القادم زي ما انا قلت لحضرتك هتظهر حالات اكتر من الزياره، وبالتالي هنقدر نستوعبها. حاليا حتى لو فضلت الاعداد كده 70-80-50-60 كل يوم ماشي، يمشي الحال يا دوبك على حسب المستشفيات. احنا كمان حضرنا نفسنا مثلا معرض بغداد، الارض دي كلها هناخدها نحط لها فيها سراير وهنعمل يعني خدنا اجراءات اخرى كتير، والاجهزه جايه من الصين. يعني شوف برغم المعاناه الماليه والمعاناه ان كل الناس تطلب الاجهزه في وقت واحد، العراق قدرت تامن عدد كبير من اجهزه التنفس، وجايه على طياره خاصه من الصين. طبعا كتير من المانحين واللي بيحبوا العراق ساهموا فيها، في بعض الدول ساهمت بنقود حالا وصلتنا، هنجيب بيها أجهزة وحماية لدكاترتنا في المستشفيات وغيره وغيره. فبالتالي احنا شغالين على الجزئية التانية اللي حضرتك بتقول عليها دي دلوقتي تحسبا للفترة القادمة. خلينا أسألك عن 500 وبكسر المصابين الآن في العراق، 506 أظن، 506 ليس كذلك؟ 500 هؤلاء يلقون معاملة
انموذجية جيدة؟ أنتم كيف تقرؤون يعني الذي يقدم لهؤلاء الذين شخصوا ودخلوا بالعزل؟ شوف أنا لو قلت لك آه ثلاث أربع ناس هتقول شوف بيجامل الراجل وواقف في صف الوزير من أول الحلقة. اللي حصل كالآتي، إحنا عشان نمنع الجدل جبنا خبراء من منظمة الصحة العالمية من جنيف أجانب، لا يعرفوا أدهم ولا يعرفوا معالي الوزير، وقلنا لهم أدي السيستم على بعضه، الراجل بيحس بيعزل في المستشفى دي، بناخد منه بنختبره في المعمل ده، بعدين إذا طلع مريض بنحطه في المستشفى دي بتاعت القناة، إحنا رحنا زرناها شوفوا لنا والنبي السيستم ده ماشي إزاي وإيه تقييمكم ليه. كان ليهم بعض الملاحظات لكن بشكل عام قالوا السيستم جيد جدا، بالذات مستشفى القناة اللي كان فيها الكادر الطبي اللي فيه على أعلى مستوى، أنا قعدت معهم ناس متعلمة لطب الطوارئ تخصصهم الحاجة اللي هم قاعدين فيها، السراير وغرفة الإنعاش اللي حطيناها على أعلى مستوى فيها جميع أنواع الأجهزة وأسرة، وعلى فكرة ما كانتش مليانة، كانت شبه فاضية لأن معظم الناس كانوا قاعدين في أوض مايلد أور مودريت زي ما أنا قلت لحضرتك. لا والتعامل دخلنا للمرضى، يعني دخلنا بنفسنا بالكمامات وكله، دخلنا للمرضى سألناهم أخباركم إيه وخلينا دكاترة بره. لا وحتى الأوض يعني فبيلقوا معاملة حقيقية جيدة وحقيقي محترمة. أنا بضحك لأنه الطلبة الـ 62 اللي جم لما جم ما كانواش راضيين يقعدوا ماء للصورة القديمة إن المستشفى مش هتبقى نظيفة. بالضبط. لما دخلوا قعدوا هاصوا جوه وطلبوا أكل وجبنا، كنا كل يوم بنجيب لهم دليفري وكانوا هايسين جوه من كتر القعدة ممتعة ما كانت، والدكاترة واخدينهم على كفوف الراحة وكان معاهم أطفالهم، كانوا معاهم جبنا لهم لعب أطفال، ما قلت لهم فاضل إيه؟ فاضل نجيب لهم قنوات دش نركبه فوق. فلا يعني الوزارة كانت حريصة جدا على إن الناس دي تلقى معاملة جيدة بمنتهى الأمانة يعني. وخرج تقرير منظمة الصحة العالمية بيقول إن السيستم جيد مش رائع، عشان الناس بس ما تتصورش إن إحنا هنتعالج في سويسرا، لا مش رائع لكنه جيد وافي بالغرض وعلى مستوى عالي من النظافة. جميل، خلينا انتقل إلى قصة أخرى. في أشياء للمرضى للمصابين، يعني نحن قبل قليل كنا نتحدث عن هل نملكها أو لا نملكها، الآن أريد أن أسأل عن أشياء للمعالجين للأطباء للممرضين للكوادر، ستر الواقية الكفوف والأقنعة كل هذه نعرف أنه يعني ليست لدينا سابقة مثلا مع وباء، أي دولة لم تكن مستعدة تملك كل هذه الأشياء التي الآن صرنا نحتاجها، على هالمستوى ما هو وضعنا في العراق؟ يعني طبعا خليني ابتدي بجملة واحدة، السوق العالمي للأجهزة الواقية انهار تماما، السوق العالمي. يعني حضرتك لو رحت في أي مكان في العالم قلت لهم عايز ماسك عايز صاروا يسرقوا، صاروا دولة تسرق. أنا امبارح سفير من السفر عايز يساعد العراق فبيكلمني بيقول لي أنا لقيت الماسك ب10 دولار الواحد أجيب، قلت له احنا عندنا اختيار أصلا مفيش موجود مش موجود، ده كويس إنك لقيت هات بأي سعر، وهو ما يسواش يمكن 10 سنت، يعني شوف السعر وصل لفين من كتر انهيار بقت سلعة استفزازية ما بقتش سلعة حتى عادية، فلكن احنا مضطرين. فبالتالي الانتاج العالمي والطلب اعلى بكتير من المعروض، فده يؤدي الى ارتفاع السعر بشكل يعني بشكل كبير. احنا طبعا بالنسبه لنا ما كناش بنستورده بشكل على يعني، وبالتالي مش عارفين نجيبه، لكن احنا في الاول كان عندنا دفعات، الصحه العالميه ادت دفعات لكنها غير كافيه وبالتالي. لكن انا رحت مثلا مستشفى الشيخ زايد هنا، يعني انا بديك بالاسامي عشان ما يقولوش ان انا بقول اي كلام، ودخلت لقيت وفرة من الأجهزة للكادر الطبي محطوط على ترولي شيك جدا، والدكتور قبل ما يخش المريض بيلبس جاون يعني كل من فوق لتحت سترة واقية، سترة واقية بيلبس قفازات بيلبس الماسك وبيلبس حتى الجوجلز بنسميها أو النظارة الكبيرة اللي بتحمي عينيه، وبيخش يكشف على المريض كامل. فنفس الكلام في مستشفى القناة، احنا لقيناهم موجودين لكن هم اشتكوا من انهم في نقص وانه هو، فاحنا حاليا في شحنه جايه في الطريق، لكن مهما كان لن توفي الغرض. طب احنا يعني مين اللي هيستهلكها؟ لو الشعب قعد في البيت ايه رايك وما استعملناهاش كتير وقعد في البيت ومعزز مكرم ينزل ليه ويستعملها؟ فاحنا عايزين نحد شويه من الاستعمال بتاعها لانها فعلا، ونخلي استعمالها مقتصر على الكوادر والمرضى اللي موجودين عندنا والناس اللي مضطره تنزل في الشارع زي حضرتك الاعلام او زي الناس اللي مشغلين في وزاره الصحه او الصحه، ونخلي الاستهلاك بقى الداخلي بتاعنا يقل شويه والطلب عليها يقل في العراق
عشان نقدر طبعا هذا الجزء الاخير من الحلقه. انا اذا اسالك طيب سنرجع الى مجموعه اشياء في العراق، لكن خلينا ننتقل لانه يعني انا اتحدث مع المنظمه الصحه العالميه صح جناب ممثلها في العراق. انتم تصدقون بكل الارقام التي تقولها كل الدول؟ يعني تعرف الانظمه السياسيه مختلفه ما بين دوله واخرى. هل حقا ان في دول يعني كأنما لم يصبها أو شيء من هذا القبيل؟ هل الأرقام فيها شفافية التي تعلن دوليا أم منظمة الصحة العالمية لديها القدرة على أن تخرج الأرقام السليمة من كل الدول؟ لا، مش من كل دولة لديها القدرة. اللي بيحصل في العراق شيء استثنائي، وعشان كده احنا بنمدح العراق في شفافيته. لا طبعا مش في الكل، لكن مثلا تقدر تثق في الأرقام تطلع من أوروبا، تقدر تثق في الأرقام تطلع من أمريكا وكندا والبلاد دي، لكن مش هحدد بقى اسماء بعينها عشان ما فيش دولة تزعل مني. لكن طبعا في دول بتخبي تماما، وانا اعرف دول بيبقى المريض شخص موجب وبيتكتب في الاستمارة سالب عشان الارقام يبقى شكلها كويس وسط الدول. اعرف دول تانية، دي قصة حقيقية اللي بقالها لك، انا موظف دولي وانا عارف. انا بقولي في دول تانية ما بتعدش غير الصنف الثالث والرابع اللي هو السيفير والكريتيكال اللي هم 20%، ويحطوا الرقم ده على انه هو ده التوتال. المودريت والمايلد اللي هم الخفيف والمتوسط لا يعد اصلا، ودول المفروض 80% من الحالات. فلما تشوف الرقم بتاع الدوله تفتكر ان ده المجموع الكلي، ده 20% فقط من المجموع الكلي، لانه الباقي كله يا اما بيروحوه وما بيعدوهوش كمان. فلا طبعا مش كل الدول بتعد بشفافيه مطلقه زي العراق. في معادله يعني اريد ان انتقل بها تباعا. الاولى ان اوروبا وأمريكا تحديدا الآن هما المتضرران الأكثر عالميا. مزبوط. الآن نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي نمبر وان الآن في الإصابات التي تجاوزت 100,000، حتى أكثر من الصين، أكثر من إسبانيا، أكثر من إيطاليا. صحيح، أليس كذلك؟ كيف يتحرك هذا الفيروس يعني علميا؟ يعني لماذا مثلا في أوروبا وأمريكا بهذا الشكل في الوقت الذي مثلا عادة الأوبئة تضرب البلدان الفقيرة، البلدان المنهارة طبيا واقتصاديا؟ هي الفكرة كلها انه هذا الفيروس زي ما قلت لحضرتك حصل اهمال فظيع من الدول دي في الاول. هذا الاهمال نتيجة انه احنا عندنا قدرة، احنا عندنا نظام صحي جيد، خلي العلاقات مع الصين مفتوحة ما فيش مشكلة، ده اللي حصل في ايطاليا، او زي ما حصل في امريكا خلي الحدود مفتوحة، احنا عندنا قدرة على التعامل. هذا الفيروس سيدي الفاضل ينتقل بالرذاذ وبيبقى، ولو وقع على سطح زي الترابيزة اللي احنا قاعدين عليه دي يفضل عايش بالايام. هتيجي حضرتك بعديها بكذا يوم تحط ايدك على الترابيزه، وعين لا قدر الله تحط ايدك على بقك او عينك او كده، لا تخلي ايدك على بقك، لا لا انا بعقمها كل يوم تلاش يوم يتنقل يتنقل. فحصل تراخي في هذه الدول اعتمادا على القوه بتاعتهم في النظام الصحي. سبحان الله، يعني لما تبقى قوي ومغرور يوم ربنا سبحانه وتعالى يعاقبك، يعاقبك بانه يخلي ان انت اللي يخلي الدوله الاضعف اللي ما عندهاش قدره زيك، اللي خدت اجراء وقائي شرس من الاول لان ما عندهاش قدره على العلاج ولا التصدي الداخلي، يبقى حالتها احسن منك نتيجه. فيعني عارف زي ما كان يعني فرعون بيزهو بنفسه وكده، نفس القصه بالظبط، ان ربنا سبحانه وتعالى قال الكبير افقركم واكثركم حرصا وحنكه وسرعه في اتخاذ القرار سيكون افضلكم، وليس اغناكم وليس افضلكم على مستوى النظام الصحي. فهو ده اللي حصل. ده حتى حد لحضرتك مثال لسه كنت بقرا عنه من شويه، اقليم ولايه كاليفورنيا في امريكا من اغلى الولايات في لما خدوهم اجازه نتيجه للمدارس والكده، راحوا الطلبه اتجمعوا، كانت الولايه عدد اعداد قليله جدا فيها الكورونا، راحوا واخدين بعضهم كلهم طالعين على الشاطئ ونزلوا البحر وعاشوا حياتهم. صح. اصبحت كاليفورنيا تاني ولايه على مستوى امريكا في عدد الاصابات نتيجة تجمع على الشاطئ، يعني تجمعات الناس في النهاية تجمع ديني تجاري ترفيهي، في عرس في الأردن بوظ الدنيا، يعني مش لازم يكون ديني على فكرة، ممكن صح يكون صح أي من أي نوع. فبالتالي إذن عدم الالتزام هو ده الغرور وعدم شيء الالتزام. طيب دكتور، في شيء مثلا الآن في المنطقة في المشرق العربي، يعني على سبيل المثال في العالم العربي هنا، تجد دول نعرف أن وضعها السياسي متأزم، لا تستطيع، لا تملك الحكومات سيطرة على دولها، رغم ذلك بحمد الله وهذا شيء مفرح مثلا عدد الإصابات بها قليلة على الأقل كما يعلن. في دول أخرى يعني غنية كالبلدان الخليجية مثلا وكذا فيها إصابات، مثلا يلفت نظر مثلا سوريا عدد الإصابات حوالي غير موجود، يعني بضعة أفراد. يعني هذا الذي أسأل عنه،
والله طبعا انا طبعا بالنسبه لسوريا ليها اوضاع خاصه يعني مش يسال فيها حتى الاردن يعني الاردن هم حجم الاصابات قليل يعني هو المفروض كده على فكره هو المفروض ان احنا لولا سيد الفاضل لولا لم تصاب ايران كنا كلنا بقينا في مأمن لولا لم تصاب ايران بالعدوى نتيجه انها برضو يعني تراخت في قفل في قطع علاقتها مع الصين في الاول لما حصل وحصلت انتخابات طبعا وكان في انتخابات وكان في زياره قم زياره دينيه كلنا بنحترمها لكن كان ممكن يتخذ فيها اجراءات صحيه اكتر من كده اصبحت انت عارف ايران عدد كام دوله 17 بالضبط هي السبب في وجود الوباء في 17 دوله فتخيل بقى حضرتك لو ايران مش في المعادله كان العراق ما بقاش فيها حاجه تقريبا تذكر وكنا وباجراءاتنا اللي واخدينها لكن في دول مجاوره يعني سوريا مجاوره للعراق ومجاوره لي يعني انا طبعا ما اقدرش اتكلم عن دول تانية لكن اللي اقدر اقوله لك انه احنا ارقامنا قليله لانه الدول دي كلها اللي حضرتك بتقولها النظام الصحي فيها غير مؤهل وبالتالي خدوا تدابير وقائيه عاليه انا فاكر الاردن كانت اول حاله جايه من ايطاليا يعني ده انا فاكره انه كان جاي من السنتر الثاني بتاع السعوديه الحالات كانت جايه من ايران البحرين جايه من ايران بس لما جم من ايران ما حصلش عليهم عزل طبي وكشف مظبوط فاتخذوا وسط المجتمعات ونشروا الفيروس احنا في العراق اول يوم ايران اعلنت ثاني يوم قفلنا الحدود شايف السرعه شايف الفرق احنا لما كنت بتكلم على ترابيزه الاجتماعات مع الوفد الايراني اللي جه كنا بنقول انه يا جماعه قالوا لنا يعني اجراء شديد ما حدش خده كل اللي انا قلته لك قبل كده واحنا نقدر نسيطر على الفيروس فانا قلت لا بدليل ان لبنان لسه مستلم اول حاله من ايران واحنا على الترابيزه بنتكلم فمعنى كده وكانت عمان نفس الكلام اول حالتين كان من عمان ولبنان انا اذكر جيدا فقلت لهم وكانوا طالعين من مطار طهران يعني معنى كده ان الاجراءات اللي الخروج من ايران او الدخول الى البلدان دي كان فيها ممكن نقول كانش لسه معروف لان ممكن اللي يخرج من ايران مصاب يوصل باين عليه شكله عادي بالضبط. ما عندهوش حراره ما عندهوش طبعاً. يخش وسط المجتمعات وينشر الفيروس هو دي مشكله فطبعا السلطات اللبنانيه والعمانيه ملهاش علاقه لكن انا بتكلم على انه احنا ما خدناش الاجراءات الاحترازيه للمسافرين انا بدي اسال عن شيء قد يبدو غير لائق يعني على الاقل بالمعايير العلميه لكنه انتشر يعفيني انا عايز اقعد شويه كمان في العراق انت هتقول والله لا 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 غير لائق علي نفسي بره لا لا ان شاء الله رجع القاهره لا انت من اهل العراق الله يخليك في روايه عن قصه ان الشخص الاول الذي اصيب في كورونا هي عمليه جنسيه مع خفاش لا يا رب جنسيه مع خفاش ازاي صعبه دي وانا مش متخيلها لا لا احنا على فكره كان في ريبورت راحوا الصحه العالميه للصين ومع 25 خبير صيني كل الوفد كان كله 25 واحد نقلوا الاماكن لا هو الفيروس لما حللوه لقوا 96% منه تماثل مع الفيروسات اللي بتيجي الخفافيش وكانوا ليه مش 100% قالوا يمكن حصل انتقال من الفيروس للتعابين وهم بياكلوا الاثنين في الصين التعابين والخفافيش التعبان بيحطوه في الشوربه وحاجات كده انا طبعا حاجات ما بعرفهاش لكن يعني فقالوا يمكن يكون حصل له تغيير طفيف لما اتنقل في الثعابين اللي كان بياكلوها برضو ساعات فلكن لا حكاية دي انا اول مره اسمعها بصراحه وما لا انتشرت في يومين الاخيرين يعني في والله انتشر حاجات كتير انا مثلا لما سافرت اشوف ولادي ومراتي اللي ما شفتهمش بقالي 3 شهور قالوا ده اتطرد من العراق ورجعت بعد يومين طيب خلينا نستثمر الوقت لانه كتير يعني طيب بما يتعلق بالعلاج حضرتك كنت جزء من معادله شائعه ان هنالك شركه عراقيه وصلت الى انتاج علاج او تم الحديث عن علاج لفيروس كورونا بما يتعلق بهالحقل هل وصل العالم الى هذه اللحظه لحد هذه اللحظه الى علاج لفيروس كورونا لا وده الصحه العالميه قالته كل الناس قالته مهما جالك طبيب وقال سيدي الفاضل هذا علاج الانتي ملاريا اللي هو المضاد للملاريا فقط لا غير جربناه بالصدفه لقيناه بيدي نتائج كويسه في بعض الحالات بس ما بيوقفش الموت بدليل ان الموت شغال طيب هل اعلن عنه الرئيس الامريكي انه اكتشف انا طبعا لا استطيع ان اعلق على يعني الرئيس ترامب طلع وكتب الملاريا وكانه اختراع بقول لحضرتك البروتوكول اللي الصين استعملته من اول يوم العراق خدته من شهر فات وعم مع المستشفيات تقدر حضرتك لو من ورايا تسال الدكاتره لا انا سالت وزير الصحه عن الموضوع واجابني كنت مره دخلت مستشفى من ضمن الحاجات الظريفه يعني دخلت مره المستشفى العسكري واتفقد او ابنائنا ابناء القوات المسلحه الاستعدادات جوه يعني للمرض كورونا وكده فقابلني طبيب نابغه بيقول لي ايه بقى معقول يا دكتور تدونا دواء
من ضمن البروتوكول انتي ملاريا مضاد للملاريا، ايه علاقته بال بال بالكورونا؟ فكان الرد بتاعي احنا جربناه في الصين ومشي ومش عارفين ليه في بعض الحالات. فيعني قلنا ان فاحنا من شهر معممينه على مستشفيات العراق، من شهر فعلا البروتوكول العراقي يقدر حتى يعني اساتذه وكلاء الوزاره يدوا لك الارشادات. لا انا سالت شخصيا سالت الوزير عن الموضوع وقال لما يطلع بقى ترامب يبيع بقى للشركات وهو او بيحاول يروج لادويته او لمصانعه، لما يطلع طبيب فرنسي عايز شهره، لما يطلع احنا ما بنتعاملش على فكره الصحه العالميه لا مع مصانع بالاسم، احنا بنتعامل مع الماده الخام للدواء. الماده الخام للدواء ده كلوروكين، هذا الدواء استعمل للملاريا، استعمل ونجح بالصدفه البحته مع المرضى، ليه مش عارفين، محتاجين ابحاث اكتر. نقف لحد هنا، الابحاث دي بتاخد لها حوالي 9 شهور، بعد 9 شهور يتقدم ملف كامل للهيئات الرقابه الدوليه مينيمم، ده اقل حاجه يتقدم الملف للاف دي اي اللي بتسمع عنها حضرتك وللهيئات الرقابيه الدوائيه في 5-6 على مستوى العالم كبار، امريكا واستراليا والصين وغيره، يعني يدرسوه، اذا اجازوه كعلاج للكورونا يبقى كده اقدر اقول لك ان في دواء، قبل كده ما اقدرش. يعني خلاص هذا خبر طبعا اقل من 9 اشهر لا تنتظر علاج. لا اي شركه تعلن يا جماعه يبقى ده دواء بتاع الانتي ملاريا موجود من زمان، ما تنتجه، ايه المشكله؟ لا يعني لا يمكن الوصول الى علاج باقل من 9 اشهر، استحاله. على الـ على الـ على الـ على الشتاء الجاي ان شاء الله تلاقي علاج ممكن، قبل كده يا جماعه لا. الحل الوحيد حاليا طيب هو الكلام اللي صار في الفتره الاخيره، وكانت كان على مستوى رسمي يعني ليس كلاما يعني لبعض وكالات خبريه او شيء من هالقبيل، اللي هو مثلا التنافس الالماني الامريكي الياباني الصيني لعمليات انتاج لقاح او مصل او علاج، وقصه عرض الولايات المتحده الامريكيه اموال على الالمان من اجل الحصول على النتائج. كل ده ماشي يا استاذنا الفاضل في نطاق الابحاث، ببحث بجيب مرضى اجرب عليهم حاجه وادون واشوف الاثار الجانبيه واحط الملف وادرسه واشوف العلاج عمل ايه، وبعدين اجرب على مريض تاني وبعدين اجرب على واحد سليم، كل ده في اطار البحث ده محمود. وممكن يكون في واحد ينشر يقول ايه قربنا طب كذا، لكن اجيزه للاستعمال العام لازم تتعرض ملف، يعني ملف كامل من الدراسات بيسموه كلينيكال ترايلز بروتوكول، وفيها كنترول جروبس او مرضى مش مرضى وناس مرضى ومرضى من انواع مختلفه، الحامل عشان كده تلاقي حضرتك في الادويه ساعات يكتبوا ايه لا ينصح به للحوامل، لا جابوها منين؟ انهم جربوه على الحوامل لقوا له اثار جانبيه، ما بلاش ده. فعشان نوصل للقصه دي ويبقى في دواء لازم يتجرب على 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 ناس يعني مختلفه، وبعدين في الاخر نكتب ينفع ازاي ونديه بكميه قد ايه ومين اللي ينفع له ومين ما ينفعلوش. وبعدين اذا كان ترامب لقى العلاج يعني طلعوا 112 الف ازاي من ساعه ما طلع والارقام في تزايد، طبعا كلام مش منطقي. طيب الان يعني العمليات البحثيه او عمليات الجهود العظيمه التي تبذل على مستوى العالم في المختبرات للوصول الى علاج تسير بطريقه مبشره في النهايه؟ العالم مرعوب طبعا. بص انا مش مطلع على القصه دي، مش متابعين الابحاث، لكن بنسمع انه في امل يعني انه يطلع دواء او على الاقل لقاح قبل الموسم القادم اللي هو يعني فبالتالي دعواتك على شهر اكتوبر نوفمبر نلاقي لنا لقاح او على الاقل دواء ويحصل. انا متفائل ليه؟ لانه جاي من عيله مدروسه قبل كده اللي هي فيها السارس وفيها متلازمه الشرق الاوسط اللي كانت، فبالتالي الامور قريبه مش يعني مش طيب بعيدة. بما يتعلق بقصه الحراره درجات الحراره وكورونا، كثيرا يقال انه مثلا عندما ياتي ترتفع درجات الحراره سيقل هذا الفيروس، هل الكلام سليم علميا؟ والله العيله اللي جاي منها اللي هي عيله كورونا بتتصرف كده، انه فوق ال 30 درجه نشاطها بيقل، 30 35 40 في الحدود دي، وعند 55 بيموت الفيروس في غضون دقائق. هو كده المفروض، لكن ممكن يفاجئنا الفيروس ده. خلينا يعني احنا انا سامع ان في ابحاث اوليه في الاتجاه ده مطمئن سامع، لكن هذا الفيروس الحقيقه بيفاجئ الناس كلها بحاجات غير متوقعه. طيب أنا ما عندي إلا دقائق، يمكن دقيقة واحدة أقل من دقيقة أكثر بغض النظر. الناس بدأت تمل، صار أيام معزولة محجورة مسجونة في البيوت، تمام، وهذا واجب ونحن ندعو له جميعا. أريد أن من الناس أن يسمعوا منك وأنت تمثل المنظمة الأكبر عالميا، اللي يا ناس مللنا البقاء في البيت ما ادري كذا، ما هي الرساله؟ يعني خليني انا ابص لجميع افراد الشعب العراقي واقول لهم كم تساوي
حياتك وحياة أسرتك؟ هل مستعد للتضحية بملل لمدة 14 يوم في سبيل حياة بصحة جيدة أنت وأسرتك؟ هل تعتقد أن احنا كمنظمات دولية بندعو إلى وقف الأعمال وإفلاس الشركات وخراب البيوت كده بالسهل؟ هل دي سهل علينا أن احنا نقعد كل الناس في بيوتها في كل دول العالم؟ حاجة ما هياش لطيفة وحاجة ما هياش سهلة. لكن احنا الشعب العراقي انا متعود عليه على البطوله والفروسيه، وانه لما بقى في هدف انت باصص له، في هدف بعيد ان انا اوصل باسرتي وبعيلتي وبكل الناس اللي اعرفهم وبحبايبي وبالشعب اللي عانى كثيرا ومن حقه بقى يفرح شويه، من حقه يطلع. مش معقول ان كل مصيبه تحصل في العالم احنا ناخد منها جزء، عايزين مره تعدي المصيبه من تحتنا ونشاور لها من بعيد كده. فاحنا الشعب العراقي اللي هبه واحده زي ما حضرتك قلت في المقدمه وقضى على داعش، هل من الصعوبة بمكان ان هو يناضل لمدة 14 يوم ويتغلب على الملل؟ انا معايا طبعا حاجة مملة جدا القعدة في البيت 14 يوم، وانا حتى بسأل الراجل اللي عندي قال لي احنا قربنا نطلق، يعني من كتر يعني بقى مقدر، واللي هيتخن واللي هيزيد وزنه ومعروفة القصة، بس غصب عنه. صرنا ربات في يد، جميعنا صرنا ربات في يد يا دكتور. انا دلوقتي بطبخ كساه بسبب ال 14 يوم دول. فلا طبعا طالما في هدف عايزين نوصل له، عارف يمل امتى؟ لما يبقاش في اخر للقصه، يعني لما اقول له اقعد في البيت لحد ما ربنا يسهل. انا كل اللي بطلبه منه 14 يوم. للاسف من الزياره اللي فاتت جددت ال 14 يوم، الناس مش عارفه كده. الناس مش عارفه لولا الزياره لما؟ امال ايه؟ عد من لولا لولا الزياره ما كنا مدينا اسبوعين كمان، كان فات منهم اسبوع اوريدي، لو الزياره دي عدت من غير ما الناس تروح كان بالكتير اسبوع كمان وكلنا نرجع الشارع. نتيجه الزياره، نتيجه عدم التزام البعض بالمرض التنفسي، وزي ما قلت لحضرتك الناس اصيبوا بدليل الجواب اللي جالي في القضاء الاعلى، ناس كتير على فكره مريضه وساكته من جوه الزياره، لان طبعا عارفين ان الوزرع ازاي. فنتيجه ده عد اسبوعين، وان كانت لجنه ال 55 عدت اسبوع في الاول، لكن احنا من اول يوم في اللجنه عارفين ان احنا هنطول اسبوعين. طب تعالى بقى الاسبوعين الجايين، يوم 8 ابريل حصلت الزياره النصف من شعبان، مش كده؟ هنجدد اسبوعين كمان، هنفضل نجدد طول العمر. هذا ما اتمنى. اشكرك شكرا جزيلا دكتور أدهم اسماعيل، ممثل منظمه الصحه العالميه في العراق، كنت ضيفا كريما. نتمنى لكم الخير، نتمنى لكم السلامه، ونتمنى لكم التوفيق.